محمد رسول الله. الرسول في القرآن. لم يدع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاً مما أوحي إليه إلا وبلغه لعباد الله، فهو منفذ لأوامره تعالى حتى التي فيها عتابه. تبنى الرسول زيداً بن حارثة قبل الرسالة، وزوجه أم أيمن مولاته التي أنجبت له أسامة. طلق زيد أم أيمن، فخطب رسول الله ابنة عمته زينب لمتبناه زيد، إلا أنها أبت قائلة: كيف أكون زوجة لمن كان عبداً رقيقاً وأنا سليلة بني هاشم؟ لكن أمها حاولت إقناعها قائلة: قومي يا ابنتي وأجيبي رسول الله في طلبه، فإنك ستحبينه يوماً. لكن المحبة لم تكتب بينهما بعد زواجهما، فقصد زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إذن لي في طلاقها، فإن فيها كبراً تعظم علي وتؤذيني بلسانها. إلا أن رسول الله طلب من زيد أن يمسك عليه زوجه، لكن عندما استحالت الحياة بينهما طلق زيد زينب. وأراد الله أن يبطل عادة التبني، فأمر نبيه أن يتزوجها. صعب الأمر على الرسول إذ أنه سيتزوج زوجة ابنه، لكنه أمر الله. لما انقضت عدة زينب طلب رسول الله من زيد أن يذهب إليها ويخبرها بأن النبي يسأل عنها، فانطلق زيد إليها قائلاً: أبشري يا زينب، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبرك بأنه يذكرك. ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤمر من ربي. فنزلت الآية الكريمة: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. محمد رسول الله. الحديث النبوي. حض الإسلام على احترام الإنسان، إذ دعا إلى الإسراع في دفن من مات حفاظاً على إنسانيته.
أسرعوا في الجنازة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أسرعوا في الجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هكذا وردت رواية هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري وهو أول وأقوى الصحاح الستة. وقد وردت رواية الحديث ذاته في صحيح مسلم على النحو التالي: أما في سنن الترمذي وجاءت في سنن أبي داود وفي سنن النسائي وختاماً جاءت في رواية ابن ماجة محمد رسول الله. ألهمت صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة الأدباء والشعراء، فنظموا قصائد المديح النبوي تقرباً منه وطلباً لشفاعته. أنت مصباح كل فضل، فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء، لك ذات العلوم من عالم الغيب، ومنها لآدم الأسماء، لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات الآباء، تباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء. أنت مصباح كل فضل، فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء، لك ذات العلوم من عالم الغيب، ومنها لآدم الأسماء، لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات الآباء، تباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء.